نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن نصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن نصر. تحياتي ليك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي لنجومكم الكبار الكابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، وكابتن احمد بلال. كابتن ناصر، سريعا كده، عندنا حالات كثيره كابتن ايمن، بس البدايه بنقول مباراه صعبه تحكيميا، ولكن عندنا هنا الحكام المساعدين على النقيض. عندنا خطا فادح من المساعد رقم واحد في هدف الاهلي الاول، حاله من الحالات السهله جدا جدا. لولا الفار النهارده، هو الفار النهارده صح، انقذ الحكم في الهدف الاول صح. والناحيه الثانيه عندنا حكم مساعد رقم اثنين هايل في الجون الاول والجون الثاني للنادي الاهلي. هنشوف الحالات دي معانا سريعا. حامد الحارث النهارده لم يلجا للفار على طوال الشوطين اللقاء، برشح كابتن ايمن خالص للفار، وده احنا بنقوله للحكام من فضلك اعتمد على نفسك، وفي الحالات بس اللي هي اللي انت مش عندك رؤيه فيها ومش عندك ذوق فيها ممكن تلجا للفار. لكن النهارده ممكن سؤال هنا بعد اذن حضرتك كابتن؟ اتفضل. شفنا امبارح لقاء الزمالك والبنك الاهلي، معلش انا مش هتكلم في حاجه تمام، ولكن انا كان ليا تعليق بس. الحكم في اوقات كتير جدا 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 لجا للفار بالزبط. دي حاجه. تاني حاجه كان بعيد جدا 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 عن الكوره. ثالث حاجه ودي اللي واضحه، في زياده في الوزن كبيره جدا. الماتش عشان خاطر نحلل الماتش امبارح ده، هو اولا يعني محتاج وقت كبير جدا، ولكن احنا بنتكلم في كابتن علاء في حاجه اسمها الاخطاء التقديريه، من فضلك اتركها لحكم الميدان. احنا قلنا الفار بيتدخل في الحالات الواضحه الظاهره اللي ما حدش بيختلف عليها ابدا، ولكن اخطاء تقديريه كابتن علاء النهارده، وانا في فاول ممكن انا اقول فيه وممكن ما اقول فيه، سيبها للحكم. الفار النهارده مش ما يتدخلش في كل الالعاب. النهارده الفار كان ايجابي، وهنقول ايجابي من خلال حالات كابتن ايمن عشان خاطر وقتنا.